الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى أهالي القرية على التنظيم الطاهر. يسعدنا صراحة ويشرفنا التواجد هنا لأول مرة. أنا أجي هذه القرية بس انبهرت صراحة بالتنظيم تواجد الأخوان. أتشرف أني أنا أكون متواجد بين أخوتي أبنائي الثوار وبناتي الحرائر وأخواني وخواتي. هذا سمة ثورة ممتدة، ثورتنا المباركة ممتدة من ثورة الإمام حسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أخلاقنا نابعة من ثورة ابن الخيل عليه أفضل الصلاة والسلام. تمسكنا بأخلاق أهل البيت عليه السلام وأخلاقنا محمد صلى الله عليه وسلم. تواجد ما يجري علينا ما يجري على الثوار من إصابات من تخلي. شرفنا أن نقدم باقة الورد فيها باسم عوائل الشهداء.